أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي استقدمت شحنة من التعزيزات العسكرية واللوجستية إلى قواعدها في شمال وشرق سوريا. في نية واضحة وانطلاقا من مفاهيم تدل على مدى انتكاسة الفطرة التي أصيبت بها تركيا وعلى رأسها رئيس نظامها أردوغان من خلال كل ممارساته منذ بداية الأزمة السورية التي لم تجف بعد دماء الأبرياء من راحة يديه التي خطت بدمائهم سجله الحافل بالموت. وفي نية واضحة وإصرار وتلويح أنقرة المتلاحق في الإعراب عن عزمها تنفيذ عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ربما تتعمده مشوبا بالغموض بشأن المدى الزمني المزمع أن تقوم به وبشأن جغرافية هذه المنطقة التي تسعى لاحتلالها، وإذا كان يضاف إلى حوالي 10,000 كيلومتر مربع باتت تحتلها في شمال سوريا لتحيل كما يبدو الشمال السوري جنوبا لها. وفي خضم هذه التأكيدات والتصريحات التركية وبعد الرد من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي على أنقرة وتحذيرهما لها من مغبة القيام بهذه العملية العسكرية، نقل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مؤخرا شحنة معدات عسكرية ولوجستية ووقود ضخمة إلى قواعده شمال سوريا. الشحنة بلغت نحو 150 شاحنة تحمل وقودا لطائرات التحالف الدولي وعربات الهمر والآليات الأخرى الخاصة بالتحالف، إضافة لمعدات عسكرية ولوجستية ضمن تعزيز تواجدها وإمداد قواتها في المنطقة. وتأتي هذه التعزيزات والإمدادات بعد أقل من أسبوعين على قافلة من الأسلحة والمعدات العسكرية تضم نحو 75 شاحنة تحمل عربات همر وأسلحة وآليات أخرى دخلت عبر معبر سيمالكا قادمة من إقليم كردستان. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الولايات المتحدة قامت بإنشاء نقاط مراقبة في الشمال السوري لحماية حليفته قوات سوريا الديمقراطية في محاربة الإرهاب، مما وصفته بالتحرش التركي. الجدير بالذكر ما صرحت به وزارة الدفاع الأمريكية والتي ردت على أردوغان بالقول إن أي عملية عسكرية أحادية الجانب في شمال شرق سوريا ستكون سبب قلق بالغ وغير مقبول، وأضافت أن قوات سوريا الديمقراطية هي شريك ملتزم ضد داعش الإرهابي. والحديث أكثر مشاهدينا حول آخر المستجدات من خلال إطلاق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التهديدات بعملية عسكرية لشمال سوريا، يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من الشمال السوري السيد صلاح مسلم كاتب وسياسي، وعلى أمل أن ينضم إلينا أيضا في متن الحلقة من نيوجيرسي دكتور جابرييل صوما بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ضيفي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ صلاح مساء الخير، لو أبدأ من عندك. مساء النور، يا هلا وسهلا أستاذ صلاح. تهديدات متعاقبة ومتتالية مع العلم بأن كان هناك تصريح من البنتاغون والاتحاد الأوروبي ولا زالت تركيا ماضية في إطلاق هذه التصريحات، برأيكم ما هي الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذه التهديدات؟ طبعا يعني هذه التهديدات حتى الآن يعني استمرت على مدى شهرين الأكثر، هي تهديدات قلبية حتى الآن، وبالتالي هي تطمئن يعني هي انفار او المجتمع الداخلي في تركيا وابتزاز التحالف الدولي. حتى الان تركيا تلعب دور الابتزاز، هذا الابتزاز سواء على الابتزاز الاوروبي او التحالف الدولي. يعني في مساله منبج يعني لا يعني نرى ان لا اتفاقيه ولا شيء، لكن في الداخل يعني ان كل الرسائل التي يطلقها السيد أردوغان هي لتطمئن الشارع التركي أو لحشد الشارع التركي لجلب الانتخابات في الشهر الثالث. إذن هذه المناورات الكلامية ستستمر حتى الشهر الثالث، نعرف أن الشهر الثالث سيكون انتخابات البلديات، وهو خائف من أنقرة وإسطنبول أن تضيع منه. بلديات اسطنبول وأنقرة هي عامل ضغط بالنسبة لأردوغان التي خسرها في انتخابات الرئاسة يعني. فبالتالي حتى الآن لا نرى إلا حشد للقومية التركية الموجودة في الداخل التي خسرها من خلال حزب مهد، التي هناك عداء، هناك مشاكل ما بين حزب أكاب وبين مهد. بالتالي حتى الآن يعني كل هذه التهديدات فقط هي لاستنفار الشارع الداخلي. طيب نعم
أستاذ صلاح، يعني لو تحدثنا عن الضفة الأخرى، يعني هنا قوات سوريا الديمقراطية والشمال السوري، الآن هناك تعزيزات عسكرية لقوات التحالف تقوم بتعزيز مواقعها ودخول شاحنات أسلحة ودعم لوجستي كما يقال في المفهوم العسكري، كيف يقرأ ذلك إذن؟ بالطبع يعني هذه التصريحات يمكن أن قراءتها من خلال تعزيز الوجود وجود التحالف في الشمال السوري. فكلما ضغطت تركيا أو صرحت تصريحات معادية هو التحالف الدولي من تعزيزاته، سواء من ناحية القواعد الأمريكية التي يعني التي يحدثها كل فترة، فمثلا في كوباني وفي الأبيض، وهناك قواعد جديدة. فكل هذه التصريحات تزيد من زيادة القواعد، فبالتالي كل ما زادت هذه التصريحات كل ما انصبت في مصلحة حتى وجود التحالف الدولي في أو تقوية التحالف الدولي في الشمال السوري. طيب اسمح لي أن أذهب إلى نيوجيرسي لأرحب بضيفي من هناك دكتور جابرييل صوما. دكتور جابرييل مساء الخير. مساء النور. إذا بعد التهديدات التركية يطل علينا أردوغان مجددا ويقول بصريح العبارة بأن الرئيس الأمريكي ترامب رد إيجابي على عملياتنا وستبدأ في أي لحظة، يعني هنا أريد منك أن تعقب في هذه الجزئية دكتور جابرييل لو تكرمت. أنا ما سمعت الرئيس ترامب ذكر هالشيء. البنتاغون تقول بأن هذه العملية تهدد أمن القوات الأمريكية وحلفائها. علينا أن نتذكر بأنه هناك عدة أسباب بنظري ارتأى أردوغان يعني يعطي تهديدات. من جملة هذه الأسباب هو يخاف من قيام كيان كردي في شمال سوريا، وهو يعتبر بأن نقاط المراقبة التي وضعتها أمريكا يجب أن تزيلها من هناك. هو يعتبر بأن أمريكا هي تقوم بحماية الأكراد وبقية الأقليات في المنطقة، ولذلك يخاف من هذا الأمر. ولكن أكثر أمر يخاف منه هو تصريح جيمس جيفري مؤخرا بأن القوات الأمريكية سوف تبقى في سوريا في الوقت الحاضر، بالنظر إلى وجود عدة جيوش في المنطقة منها الجيوش الإيرانية. والأهم من ذلك التنويه بأنه ممكن الولايات المتحدة أن تضع ما يسمى مثل ما عملت بحظر جوي على شمال سوريا، مثل ما عملت في العراق عندما وضعت حظرا جويا على المناطق الشمالية. نعم دكتور جابرييل، يعني برأيكم تركيا تقول بأنها فقدت الثقة بواشنطن من خلال موضوع اتفاق منبج، يعني هناك من يؤكد بأن كل هذا الضغط هو يعني بالمقابل هناك نية أخرى، يعني كما تقول الميت في مكان والبكاء في مكان، عينها على منبج وتقوم بالتصعيد في مناطق الشمال السوري. صح، أعتقد أن هناك ضلع روسي في هذا التهديد الذي يوجهه أردوغان. أمريكا ترى بأنه في سياق غياب حل سياسي للمشكلة السورية واستمرار التقسيم، إذا استطعنا القول بذلك، لأنه وجود عدة جيوش في المنطقة يؤدي إلى تقسيم في سوريا. الإيرانيين هنيك، الروس هنيك، الأمريكان هنيك، تركيا هنيك، حزب الله هنيك. فإذا يوجد ضغوط على أردوغان لكي يقوم بإجراءات مثل هذه التي يقوم بها، وبصورة خاصة بأن الروس في سوريا يتحكمون بأكثر من 60% من الموارد السورية، أهمها موارد الطاقة، المياه، المحاصيل الزراعية، جميعها مسائل استراتيجية تستفيد منها سوريا. فإذا أنا أعتقد بأنه هناك ضلع روسي في هذه العملية. نعم أستاذ صلاح مسلم، بالعودة إليك، يعني هناك من يقول بأن كما أشار دكتور جابرييل أيضا
تزاحم هذه القوات على الجغرافيا السورية، وكان هناك أنباء تتحدث بوجود قوة خليجية، هنا أقصد بين قوسين السعودية والإمارات، لذلك ربطت تركيا موضوع أمنها القومي بأبعد استراتيجية من قسد بقوات أخرى موجودة في هذه المنطقة. أستاذ صلاح، المنبر لك، تفضل. بالطبع أن البوصلة السياسية في سوريا تحدد أو تغير من مسارها، فمسار الثورة السورية التي راهنت عليها تركيا قد باع يعني بالفشل، وأدلب صارت آخر محطات الثورة السورية، وهي على زوال، يعني سواء فيها في العام المقبل ستحل مسألة أدلب، يعني ستسوى هذه المسألة، يعني فبالتالي سنقترب أو سوريا ستقترب من الحل النهائي. يعني فكما ذكر السيد جابرييل فإن مصادر الطاقة كلها موجودة في الشمال السوري، فبالتالي والتحالف الدولي بقيادة أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لها أي مكان في سوريا إلا هذه المنطقة، فبالتالي أي اعتداء على هذه المنطقة فهو اعتداء على سيادة الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في الداخل الأمريكي أو في مسألة التحالف الدولي بحد ذاته. والتركية الخطأ الكبير الذي قامت به بأنها لم تشارك في التحالف الدولي في مسألة القضاء على الإرهاب أو القضاء على داعش، فبالتالي ليس لها صوت يسمع من خلال المشاركة في الشمال السوري، فبالتالي مسألة الأمن القومي الذي يهددها دائما ويهدد عرش أردوغان بحد ذاته، أو الشماعة التي يعلق عليها أردوغان كل سياسته بعد القضاء على مسألة جولان أو الانقلاب على جولان، فبالتالي لم يبقى لديه سوى هذه الشماعة الأخرى، فبالتالي المسألة السورية كلها باتت في مسألة الحزم، ولا يسمح ولا يريد أردوغان أن تدخل القوات الكردية أو الأكراد أن يصلوا إلى المحافل الدولية كجنيف وإلى ما هنالك من عملية تسوية في العملية السياسية السورية. طيب دكتور جابرييل، بالنقطة التي أشار إليها ضيفي الأستاذ صلاح مسلم عندما تحدث بأن بأي عملية عسكرية تقوم بها تركيا هي تستهدف الولايات المتحدة بعينها، وكان تصريح البنتاغون واضح جدا في هذه النقطة عندما قال بأن هناك يعني دعنا نقول تمازج أو تشابك بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية وحتى التحالف، وأي استهداف يكون بطبيعة الحال استهداف للكل، ولكن الملفت أيضا بأن تركيا عادت الكرة وهددت مرة أخرى، وحتى المعارضة المسلحة الفصائل المسلحة التي تدور في فلك تركيا قالت بأنها جاهزة وهي على أهبة الاستعداد للهجوم على هذه المنطقة. الولايات المتحدة هددت بهذه القوات التي ذكرتها حضرتك بأنها سوف تستعمل القوى العسكرية الأمريكية ضد هذه القوات فيما إذا اشتركت مع القوات التركية، ولكن الاستراتيجية العامة في المنطقة كلها تعود إلى الولايات المتحدة وروسيا. تركيا مجبورة تتحالف إما مع الروس أو مع الأمريكان، ما عندها حل ثالث. تركيا في هذه المسألة تريد أن تتحالف مع الروس، ولكن الروس موسكو فقدت قدرتها على التحكم بأوراق المناورة الاستراتيجية والدبلوماسية السورية. موسكو طلبت من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة المساعدات المالية لأعمار سوريا، ولكن هذه الدول رفضت ذلك. مين راح يعمر سوريا؟ إيران وروسيا. لذلك تركيا تريد الضغط على أمريكا لتغيير سياستها في شمال شرق سوريا وتقليل مساعداتها للأكراد. لا أعتقد بأن روسيا سوف تنجح، ولا أعتقد بأن تركيا سوف تنجح بهذه التهديدات. طيب دكتور جابرييل، يعني إلى أي مدى من الجدية بالفعل لو قلنا عن تصريحات أردوغان، إلى أي مدى تحمل في ثناياها من الجدية، وبالطرف المقابل إلى أي مدى تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المنطقة في سوريا؟
وبالنسبة لأردوغان، أردوغان مش أول مرة يهدد سوريا. مثلا نعرف بعفرين هدد واحتل. هو لازم أنه جدي في هذه المسألة، لأنه يوجد قوات أمريكية في المنطقة، وأمريكا مستعدة للحفاظ على قواتها، على أمن قواتها هناك وعلى حلفائها هناك. ما عنده يعني خيار أمريكا أن تقف على الحياد وأن ترى حلفائها يقترف الجيش التركي أشياء ضدهم. لذلك أمريكا لا تعتقد بأن أردوغان هو جدي في هذه المسألة، ولا يمكنه أن يقوم بهجوم على منطقة كبيرة مثل المناطق شمال شرق سوريا، مثل الحسكة، مثل القامشلي، ديريك. المناطق كلها هي بحماية القوات الأمريكية. لا أعرف كيف يمكنه أن يتغلغل إلى هذه المناطق ويحتلها بوجود الجيش الأمريكي. نعم، ضيفي من نيوجيرسي دكتور جابرييل صوما، بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكرا لك. وشكر موصول لك أيضا ضيفي من الشمال السوري الأستاذ صلاح مسلم، كاتب وسياسي. مشاهدينا، إلى ملف حلقتنا الثالث لليلة.